قال: ولا بأس أن يستعيذ في تشهده بالكلمات الخمس. انتبه أنت الآن بعد ما التشهد، وطبعا الدعاء بعد التشهد الأخير، الدعاء بعد التشهد الأخير وبعد الصلوات الإبراهيمية. نعم، قال: ولا بأس أن يستعيذ في تشهده بالكلمات الخمس المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأل الله أن يرزقنا التوفيق والتسديد في كل أمر نجتهد أيها الأحباب أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هل هناك دعاء أبلغ من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان يقوله في صلاته؟ لا لا. فلماذا أنت تترك وجه السنة؟ لماذا؟ ذلك المصنف يقول: ولا بأس أن يستعيذ في تشهده بالكلمات الخمس المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فيقول: نعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. يا رب، إذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. بعض السلف كان يرى وجوب الاستعاذة في الصلاة. نعم، وجوب الاستعاذة أن يأتي بهذا الدعاء. بعض السلف قال لي: ولدي بعدما صلى قال: هل استعذت بالله؟ نعم، من أربع أو من خمس؟ قال: لا. قال: أعد صلاتك، أعد صلاتك. يعني عند علمائنا لا يجب أن يعيد الصلاة، ولكن أذكر لكم هذا القول من أجل أن نهتم بهذا في صلاتك بعدما تنتهي من التشهد والصلوات الإبراهيمية، تستعيذ بالله نعم سبحانه وتعالى بالكلمات الخمس، فتقول: نعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. ومن فتنة المسيح الدجال، ما من نبي إلا وحذر أمته من المسيح الدجال. ونبينا صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم، صلوا عليه، صلى الله عليه، الشفيق الرفيق صلى الله عليه وسلم، صاحب الفم المعصوم، الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، من رحمته بأمته صلى الله عليه وسلم أن ذكر صفة الدجال، صفة الدجال بأنه أعور، ذكر لنا صفة الدجال أنه كتب على جبهته كافر، حروف المقطعة. نعم، هذا من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته كيلته، وذكر لا لأمته صلى الله عليه وسلم بأن الدجال يقول للسماء أمطر فتمطر، ويقول للأرض أخرج كنوزك فتخرج كنوزا، ويقول للميت قم فيحيا. هذا بقدرة فتنة، فتنة يا أحباب، فتنة، فتنة عظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا، قولوا أمين. وأتباعه يستغنون، ومخالفوه يفتقرون، الذين يتبعون الدجال يصير عندهم أموال وكذا، والذين يخالفونه يفتقرون. فتنة عظيمة، نسأل الله الحفظ والسلام. اللهم أجرنا من فتنة الدجال. ومن علامة قرب ظهور الدجال ألا يذكر الدجال على المنابر، ألا يذكره الخطباء، هذا من علامة قرب الدجال وظهور الدجال. وقبل أن يظهر الدجال تظهر دجاجلة والعياذ بالله كثر، وما أكثرهم في هذا الزمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وأن يجيرنا من فتنته. يا ربي يا ربي أجرنا من فتنته. يقول للميت قم فيحيا، الله أكبر، فتنة، فتنة كبيرة. نعم، وكل هذا بإذن الله سبحانه وتعالى. ذاك الدكتور سامر النص حفظه الله تعالى لما أنكر بعض الناس كرامة سيدي الشيخ أحمد الحارون لما قال لرجل ميت قم فقام ثم رجع مات بعد ذلك، أحيا الله سبحانه وتعالى، لما أنكر مثل هذه الكرامات وقال هذا لا يقدر عليه إلا الله، قال يوم القيامة هؤلاء الذين يعتقدون هذا يتبعون الدجال، إذا رأوا الدجال يقول للميت قم نعم فيحيا يؤمنون به، يؤمنون به. لا، وهذا بإذن الله، بإذن الله، كما ربي عز وجل أعطى هذه المعجزة سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، وبإذن الله كذلك يعطي هذه الكرامة للولي بإذن الله سبحانه وتعالى.
وهو على كل شيء قدير. قال: وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. أكثر من هذا، خصوصا في هذا الزمان، زمن الفتن، زمن الفتن والمحن والإحان، نسأل الله السلامة. كم من إنسان باع دينه من أجل مال أو من أجل منصب أو غير ذلك، والعياذ بالله. نعم.